تكتسب خبرة وتجربة ومسار خاص بها، ولكن الجدل والنقاش سيبقى محصورا في هذا النطاق العام. القوى هي الأخرى من القوى الليبرالية والقوى العملية بتقدير أيضا موجودة وسيكون لها دور. أي قناة بأن المستقبل الإسلاميون فيه جزء لا يتجزأ منه، هذه نقطة مهمة جدا. حالة النكران للمستقبل هذه فيه إشكالية من قبل الليبراليين والعلمانيين، وأيضا حالة نقص التجربة من قبل الإسلاميين فيها إشكال. فلو استطعنا أن نصل إلى نقطة توازن بتقديري أن المسار في مصر وفي تونس وفي ليبيا يصير باتجاه نقطة التوازن هذه ما بين تيارات ليبرالية علمانية اشتراكية وقومية، سوف تدرك بأن الواقع الجديد هو واقع ينبغي التعامل بناء على قواعده الجديدة، وتيارات إسلامية تدرك أن الخبرة والتجربة وليس الشعار هو مناط الصعود في العمل الديمقراطي. فبالتالي أنا لست قلقا عما يدور في شمال إفريقيا، وأعتقد أن المسار سيعالج ذاته بذاته إن شاء الله. لكن الحقيقة هو السؤال الأكبر ما يحدث في مشرق العالم العربي. مشرق العالم العربي لا يمر بإعادة تدافع سياسي من أجل أن نصل إلى حالة من التوازن. أنا بتقديري المشرق العربي يمر بتغير راديكالي حقيقي جوهري. 100 عام من سايكس بيكو أنا بتقديري اليوم وصلت إلى منتهاها. لم يعد بإمكاننا في المرحلة القادمة أن نتعايش مع الخطيئة الكبرى التي ارتكبت في حق هذه المنطقة من القوى الاستعمارية. هذه التقسيمات العشوائية التي قسمتنا وجزأتنا إلى دول ليست لديها القدرة على أن تعيش وأن تبقى لوحدها، في خاصة في ذلك النطاق الهلال الخصيب الممتد من البصرة في الخليج العربي إلى البحر المتوسط إلى بيروت، هناك حالة غير منطقية غير عادلة وليست قابلة للاستمرار، صنعها استعمار. وأنا بتقديري هذه الحالة اليوم تتهاوى في ظل الثورة السورية وتداعياتها. أملي كبير في أن الثورة السورية ستريد بناء المنطقة وليس فقط بناء سوريا. وأنا بتقديري والله تعالى أعلم، يعني هذا إحنا أمام سيناريو أخشى أن يكون قاسيا وربما نعيش فيه قدر من الآلام ومن العذابات في هذه المنطقة، لكن قد تكون هذه الألمات في منتهاها الأخير إن شاء الله تكون حالة من الاستقرار. لكن أخشى أن ينفتح الواقع السوري على الواقع العراقي قريبا، وأن ينفتح الواقع السوري على الواقع اللبناني قريبا، وأن ينفتح كل ذلك على جدار من الصمت الذي كان مطلق على هذه المنطقة. أنا بتقدير الأمم الكبرى التي تشترك في الهيمنة على هذه المنطقة، الأمم الكبرى أي بمعنى العرب ممثلين في مجلس التعاون الخليجي ومصر تحديدا، إيران، ثم تركيا، لديها مسؤولية كبيرة في أن تمسك بزمام هذه المنطقة قبل أن يمسك بزمامها الأمريكان والأوروبيين معهم الروس. لأن بتقديري في لحظة ما في حالة الفوضى هذه يجب أن يتدخل شيء ما أو قوة ما من أجل أن تضع حد لحالة التوتر في هذه المنطقة ولحالة سقوط الحدود المتوقعة. هذا السيناريو قد يكون سيناريو التقسيم، ولذلك أنا أخشى خشية حقيقية مما يدور في العراق من مسألة إنه والله نعمل إقليم للسنة وإقليم للشيعة ونعطي الأكراد الإقليم طرحهم طبعا يستمروا فيه، ثم بعد ذلك في سوريا ربما نتكلم عن دولة علوية ودولة سنية، وفي لبنان إحنا أوردي ممزقين، وربما بعد ذلك تصل إلى دول أخرى في المنطقة. هذا سيناريو بتقديري سيخدم مخططات تقسيم المنطقة وإحالتها إلى نطاق من الصراع الدموي المستمر الذي سيحمي إسرائيل وسوف يعزل الأمم الإسلامية الكبرى عن بعضها البعض بحزام دموي. إيران لديها مسؤولية أن تكف عن محاولات التدخل في المنطقة وأن تحول ما لديها من قدرة ونفوذ، وإيران دولة كبيرة وستبقى في المنطقة موجودة، ولن نستيقظ صباحا لنجد إيران قد غادرت هذه المنطقة. نريد أن نصل إلى اتفاق مع إيران حول كيف يستقر هذا الشرق، ولكن إيران التي يجب أن نصل إلى اتفاق معها هي إيران الموقنة بحدود قوتها، لا إيران التي تخرج في على نطاق ما هو ممكن من أجل أن تبتلع كثيرا من موارد هذه المنطقة وأن تهيمن في حالة فروق. نحن نعيش حالة فرق استراتيجي أخي، لكن إيران للأسف خرجت عن نطاق ما هو مقبول إلى ما هو غير مقبول. أنا بتقديري ينبغي علينا أن نجري حوارا جديا كأمم من أبناء هذه المنطقة قبل أن يأتي إلينا سايكس بيكو جديد ويعيد تقسيمنا تقسيم جديد، ثم تبدأ 100 عام جديدة من النقاش والحوار والجدل الذي يقودنا بعد ذلك إلى مسرب للدم
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ منطقتنا منه، وشكرا جزيلا. شكرا.